لا مو لهالدرجة، هيك كتير. مرحبا، أنا أنور المجركش مؤسس شركة بريسي بالمملكة المتحدة. مثل ما شاهدتوا بالمقطع السابق، مشكلة بعاني منها أنا وكتير من العالم، وهي مشكلة الشخير. 90 مليون شخص بأمريكا بيعاني من المشكلة، 37 مليون منهم بيعاني منها بشكل يومي، 80% من المتزوجين أحدهم بيعاني من هاي المشكلة بينام بغرفة مستقلة، وهي الحالات ممكن تؤدي إلى الطلاق. الشخير ممكن يسبب العديد من المشاكل، أهم النعاس المفرط أثناء النهار، الصداع أثناء الاستيقاظ، وأخطر شيء على الإطلاق هو توقف التنفس اللحظي أثناء النوم، وهو ما يسمى بسليب أبنيا، وهو الذي يعد من أهم أسباب مرض القلب. جربت كتير من المنتجات الموجودة بالسوق حاليا، وهي بشكل عام بتساعد الشخص النايم لحتى يتنفس بشكل طبيعي. أولا الرباط المطاطي الضاغط حول الرأس، وكمان في قطعة بلاستيكية تقوم بفتح الأنف من الداخل ومن الخارج، وقطعة بلاستيكية على شكل قالب أسنان توضع داخل الفم. للأسف كل هاي المنتجات فشلت بحل مشكلتي، وحتى كانت بالأحيان تعيق التنفس عندي، وأحيانا بتزيد من الشخير، وإضافة إلى ذلك كانت جدا جدا مزعجة أثناء النوم. كيف بلشت بحل المشكلة؟ صرت أتخيل حالي إني أنا نايم جنب شخص عم يشخر. أول شيء رح أعمله أنقذ هذا الشخص، وهو اللي حيغير طريقة نومته الغلط، وبالتالي شخيره اللي حيوقف. وكانت هي نقطة البداية لأني أعمل شيء بحل مشكلة الشخير، وهو عبارة عن تطبيق على الهاتف المحمول بيكتشف صوت الشخير عن طريق الميكروفون، وبيرسل إشارات لاسلكية إلى الساعة الذكية الموجودة على إيد الشخص النايم، تقوم بالارتجاج بطريقة مدروسة لحتى الشخص النايم يغير نومته بدون إيقاظه. ومن وقتها بلشت استخدم التطبيق بشكل يومي حتى قضيت على مشكلة الشخير تماما وصارت من الماضي. أنا معاناتي حفزتني لاقي حل فادني وفاد غيري كثير من الناس. لا تخلي مشاكلك توقف في طريقك، لاقي الحافز تساعد حالك وتساعد غيرك.